ومن الحديث عن الحدث السياحي الأهم والأبرز في الوقت الحالي، تعالوا نروح مع حضراتكم للحدث الرياضي الأهم في الوقت الحالي على مستوى العالم، أكيد الأولمبيكس وملخص نتائج البعثة المصرية الأولمبية امبارح يوم الثلاث 6 أغسطس. تعالوا نستعرض مع حضراتكم النتائج. فالوثب العالي إسراء عويس بتحتل المركز ال15 في التصفيات وبتفشل للأسف في التأهل للنهائيات. فرمي الرمح مصطفى عبد الخالق لم يوفق في التأهل للدور النهائي وبيودع من التصفيات بعد ما حقق رمية ناجحة بمسافة 74.87 متر. إيهاب عبد الرحمن هو كمان لم يوفق إن هو يتأهل للدور النهائي وبيودع من التصفيات بعد ما حقق رمية ناجحة بمسافة 72.98 متر. أما في الغطس 3 متر سلم متحرك، فمحمد فاروق حل في المركز 23 في منافسات الغطس من أصل 25 لاعب، يتأهل بس أول 18 لاعب للنهائيات، إذن فهو لم يوفق للتأهل للنهائيات. أما في المصارعة فكان عندنا خسارة لندى مدني من الصينية فينج زيكي في منافسات وزن 50 كيلو، وكانت النتيجة 7-2. محمد جبر وصل لنص النهائي في المصارعة الرومانية قبل ما يخسر قصاد الإيراني محمد هادي سارفي، ويلعب النهاردة يوم الأربعاء إن شاء الله على ميدالية برونزية في وزن 97 كيلو. كل التوفيق أكيد بنتمناه له. عبد اللطيف منيع وزن 130 كيلو خسر مباراة الميدالية البرونزية قصاد المنافس الصيني في مباراة شهدت إصابته للأسف، ألف سلام عليه. نروح لمواعيد ومنافسات البعثة المصرية النهاردة في الأولمبيكس أو في أولمبياد باريس 2024، عندنا فيها أكتر من تحدي النهاردة وهيكون أكيد يعني تحديات في غاية الأهمية. يوم الأربعاء يوم 7 أغسطس بعد قليل، بعد دقائق إن شاء الله في كرة اليد هيكون عندنا منافسات مصر مع أسبانيا في ربع النهائي. كل التوفيق أكيد بنتمناه يعني نجوم كرة اليد بإذن الله يقدروا إن هم يرفعوا اسم مصر وعلم مصر عالي. الساعة 10:30 إذن كمان بعد دقائق الكناي والكياك، سما فاروق في تصفيات الفردي 500 متر كياك، والساعة 12:30 الظهر المصارعة محمد إبراهيم كيشو مع هارسان كافاروف المصنف الأول عالميا في ثمن نهائي وزن 67 كيلو. الساعة 12:30 الظهر نفس الموضوع المصارعة محمد متولي ونور سلطان توريس نوف في ثمن نهائي وزن 87 كيلو، والساعة 4 العصر في منافسة الغطس مها عامر في التصفيات 3 متر سلم متحرك. أما الساعة 8:25 مساء المصارعة محمد جبر هيكون على معاد في منافسة على الميدالية في وزن 77 كيلو، ميدالية برونزية إن شاء الله بنتمناها ليه. والساعة 7:30 مساء سباحة توقيعية، أو عفوا 8:30 مساء سباحة توقيعية منافسات الفرق. كل التوفيق أكيد بنتمناه لكل المنافسين اللي بيلعبوا باسم مصر إن شاء الله، كل الأبطال المصريين يقدروا إن هم يحققوا نتائج إيجابية تكون أحسن وأفضل من الأيام اللي فاتت.